السلام عليكم ورحمة الله أحبابي في الخير، طبتم وطابت أوقاتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، موضوعنا اليوم عن أين أجد السعادة. أخي الكريم، السعادة هي جنة الأحلام ومنتهى الآمال لكل البشر. أي إنسان بيحب أنه يكون سعيد، وقليلا من الناس من يدرك هذه السعادة. فالناس في هذه الحياة الدنيا بتتفاوت في درجات السعادة، فالموفق من وفقه الله للسعادة، ومن الناس من يظن أن السعادة عبارة عن مال أو منصب أو شهرة، وفي ذلك خسران وشقاء، وهذا الإنسان يعيش في هموم وغموم. ولكن السعادة في تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فطريق السعادة، هناك طريق واحد للسعادة، لا سعادة إلا بالتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى سوف يحييك الحياة الطيبة إذا كنت في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحياة الطيبة تشمل كافة وجوه الراحة من أي جهة، وهي إذا حقق العبد توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلق قلبه بخالقه، وفوض أموره كلها لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم: التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور والفرح. وأخي الكريم، في معاملة الناس لابد أن تحسن من معاملة الناس لله فقط، وتخاف منهم في الله سبحانه وتعالى، تخاف أن تظلم إنسانا أو تعتدي على حق إنسان، فمخافة من الله سبحانه وتعالى، ليس خوفا من هذا العبد، ولكن خوفا من الله سبحانه وتعالى. كمثال مثلا، هناك مدير ومعه موظفين، فهذا المدير يتقي الله في موظفينه ويخاف أن يظلمهم، وهذه هي منزلة التقوى. ثم أخي الكريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. انظر إلى الكلام الطيب والكلام النفيس، يعني بيقول لك إن الدنيا فيها جنة، هي طاعة الله سبحانه وتعالى و التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، ويستشعرها المؤمن. هذه الدنيا إذا لم تتذوقها لا يدخل هذا المحروم جنة الآخرة. أخي الكريم، هناك المحروم من السعادة اللي هم أصحاب المعاصي والذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والهروب من الشقاء إلى السعادة لا سبيل له إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويغلق باب الشر بالتوبة، فأغلق أبواب المعاصي أخي الكريم لكي تتذوق طعم السعادة. فالسعيد هو من جنب الفتن
والسعيد هو الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى الله ويتقيه. أحباب في الله، نحبكم في الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.